صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامج صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي يأتيكم بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وإذاعة نور دبي المتميزة. حقيقة صحة وسعادة برنامج يقوم بإعداده فريق قسم الإعلام بهيئة الصحة بدبي، هي نافذة جديدة نتواصل بها معكم مستمعينا، نطرح فيها خدماتنا، نستقبل فيها آراءكم، نستقبل فيها ملاحظاتكم، وأيضا ارتأينا أن ننطلق اليوم معكم في هذه الحلقة مع بداية أسبوع الابتكار، أسبوع الإمارات للابتكار الذي أطلقه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. فأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة. أرقام التواصل معنا مستمعينا هي عبر الهاتف 600-55-1414، وعن طريق الرسائل القصيرة الاسمس على الرقم 4006. كما يمكنكم أيضا التواصل مع هيئة الصحة وتقديم اقتراحاتكم وأرائكم البناءة من خلال صفحات الهيئة على شبكة التواصل الاجتماعي، والتي نتواجد فيها من خلال حسابنا في تويتر DHA_Dubai، وأيضا نفس الحساب موجودين معاكم عبر الانستغرام والفيسبوك DHA_Dubai، والموقع الرسمي www.dha.gov.ae. أيضا نسيت أخبركم أن اليوم عندنا إن شاء الله كذلك مسابقة، هذه المسابقة نطرحها معكم خلال الأسبوع كامل. كل يوم عندنا سؤال، وأيضا ما نجري كذلك السحب على الفائز معنا في نهاية الحلقة إن شاء الله، بيفوز معنا ب1000 درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي بمناسبة أسبوع الإمارات للابتكار. سؤالنا اليوم بيكون: أين تقع قرية الصحة للابتكار؟ وين موقعها؟ نتريع إجاباتكم على الاسمس 4006. طيب، أيضا مستمعينا الكرام، أطلقنا ضمن برنامج حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للحكومة الذكية، أطلقنا عدة مبادرات، وكان عندنا تقريبا يعني أكثر من ترشيح في هذه الجائزة. أنا أبغى أسلط الضوء على مبادرة جميلة قامت فيها هيئة الصحة ب يعني إنجاز كبير، نحاول شوية نتكلم عنه من خلال استضافتنا للدكتورة وفاء عايش، مدير إدارة التغذية السريرية في صحة دبي. هذه المبادرة هي نحن نغذيك. أول شيء حياك الله معنا وفاء. حياك محمود، وألف مبروك على الانطلاقة إن شاء الله يا ربي منها اللي أعلى منها بإذن الله تعالى. آمين يا رب. وفاء، نحن نغذيك، يعني خلينا في البداية نتكلم عن هذه المبادرة، يا ترى ما هي هذه المبادرة؟ صراحة محمود، المبادرة هدفها الأساسي الإنسان، بمعنى أنه عندنا التغذية الأنبوبية للمرضى المقيمين في المستشفى طويلي الأمد. المرضى هدول بصابوا بسوء تغذية نتيجة لعدة أسباب،
لما طلعنا عليها إحدى هاي الأسباب إنه بعدهم عن أهلهم، صعوبة تناول الغذاء بصورة صحيحة، بمعنى إنه هو بياخد الأكل لكن تعرف لازم الممرضة تيجي وتحط له إياه وتفضيه في العلبة، من العلبة في داخل الكيس ويوصل للأمعاء وكذا. إضافة إلى إنه تكلفتها على الهيئة كتير عالية، وتكلفتها على المريض نفسه عالية. ليه؟ لأنه كان يشتري الجهاز ب6500 درهم. ففكرنا في حلول تنقص التكلفة على المريض، تخليه بين أهله سعيد، وهذا يساعد على الاستجابة للغذاء المعطى للمريض. تكلفته على الحكومة دبي وعلى الهيئة، لأنه في ناس أكثر حاجة لهذا السرير من الأشخاص، وانت عارف إحنا مستشفى راشد من المستشفيات الضغط عليها كبير، وجود سرير بحاجة لو مريض عنده أكثر من إصابة، أكثر حاجة من مريض له طول الأمد. طبعا كلهم مهمين، ولكن هذا مريض طويل الأمد ممكن يكون بين أهله ويستجيب أكثر، لأنه ما في أوقات للزيارة، قاعد مع أهله طول الوقت. فشو فكرنا؟ أنا تواصلت مع الشركات عدة على أنهم يوردوا للهيئة الجهاز هذا أصغر حجما، في بس توصيلة واحدة للغذاء دايركت، ما يداعي يفضي ولا يفتح ولا يشتغل فيه ولا شيء، هو شخصيا ممكن بس يوصله في زي هوك هيك، زي غطاء بس يوصله في البمب وخلاص، يشغله ويمشي، يقدر يروح في يركبه حتى على الحزام إذا هو رجل، والمرأة ممكن تحطها في بوكها إذا هي ماشية في جنطتها بدون ما حتى حدا ينتبه إنه هي مركبة لهذا الجهاز. تاخده وتمشي فيه، تروح البر، وأنا عندي ناس راحوا البر فيه، راحوا الحدائق مع العائلة في الصالة في غرفة النوم، مش مضطر يلتزم في سرير. وطبعا هذا أدى إلى إيش؟ أدى إلى استجابة لسرعة الشفاء، أدى إلى أنه الأشخاص هذول سعيدين، هو سعيد مع أحفاده مع أولاده. كنت أبغي أسألك عن القيمة المضافة لهذه المبادرة. زي ما قلت لك هي هدفها الإنسان، فبالتالي القيمة المضافة له هو مع عائلته سعيد. ممتاز. حياكم الله مستمعينا مرة ثانية، وأهلا بكم في برنامج صحة وسعادة الذي يأتيكم من خلال التعاون المثمر ما بين هيئة الصحة بدبي ومؤسسة دبي للإعلام المتمثلة في إذاعة نور دبي. نذكركم مستمعينا بسؤال الحلقة، سؤال الحلقة هو أين تقع القرية الصحية للابتكار؟ طبعا مخرجنا عيسى سفي قال يسهل على المستمعين، فمنعطيكم ثلاث خيارات: القرية العالمية، كايت بيتش، ولا الداون تاون. مرة ثانية: القرية العالمية، كايت بيتش، أو الداون تاون. نرجع أيضا نتكلم أو نذكركم كذلك بأرقام التواصل عبر الهاتف 600-55-14-14 600-55-14-14، وعبر الرسائل النصية 4006. أيضا نذكركم بمواقع التواصل الاجتماعي، بتشوفونا تحت عنوان DHA_Dubai. عموما توقفنا قبل الفاصل للحديث عن مبادرة نحن نغذيك، ونرحب مرة ثانية بدكتورة وفاء عايش مدير إدارة التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. دكتورة وفاء، كنا نتحدث عن القيمة المضافة لهذه المبادرة. نعم، القيمة المضافة إنه الإنسان أولاً بالنسبة لنا، وبالتالي اهتمامنا للحصول على الرعاية الأسرية من الشخص. بتعرف لما بيكون بالمستشفى عندك وقت محدد، أو حتى إذا بده ينام حدا مع الشخص، هو شخص واحد فقط، في قيود. الآن الشخص هذا المريض الله يعافي الجميع بيكون مع أهله. عنا خدمة أضفناها أيضا، هي خدمة 24 ساعة خط ساخن مع الأهل أو الشخص الراعي للشخص اللي عنده الإصابة، بأنه لو تعطلت البمب، لو المضخة، لو صار فيها أي خلل، بيجي شخص المهندس
بيجي لعندهم بياخد المضخة بيعطيه بديل وبنفس خلال 24 ساعة ها بيعطيه بديل بيصلحها وبرجعها مرة تانية، وإذا ما صلحت بيعطيه واحدة بديلة. هذه مجانا لل... مجانا هي إعارة للمريض مجانا للهيئة جبناها. ممتاز. فهي إعارة بنعطيها مقابل ورقة بيمضيها الشخص يتكفل بها حتى إحنا نقدر نتواصل مع المهندس يوصله. أول كان إذا اشتراها ب 6500 اختربت خلاص طاحت مضطر يشتري واحدة ثانية غيرها. الآن لا، عندك 24 ساعة خط ساخن مع الشركة، عندهم مهندس ستاند باي بأنه بحيث أنه لو تعطلت لو اختربت يجي لعند المريض على البيت يبدلها يعطي واحدة ثانية ويصلح الأولى يردها مرة ثانية أو يعطي البديل. طيب هذه الخدمة هي للمواطنين فقط ولا؟ هاي حلاوتها. دبي ترعى الإنسان، والإنسان ما إله هوية ما إله جنسية، فإحنا معطينها للكل. الفرق إنه مواطننا العزيز يأخذ الأكل والسيتس اللي هي اللي مسميها مضافات البمب مجانا، بينما الوافد الله يحفظ الجميع يشتري الأكل من الهيئة. ممتاز. طيب في هذه المبادرة أنتوا دخلتوا ضمن الترشيحات الخاصة ببرنامج ولله الحمد برنامج الشيخ حمدان بن محمد. نعم. خلينا نتعرف على عملية التصويت لهذا البرنامج وكيف آلية العمل. طبعا في ابلكيشن تطبيقات على التليفون حتنحط، وفي ويب سايت كمان ممكن انهم هم يصوتوا عليه الاشخاص حتى يقدروا انه يتواصلوا على يصوتوا لنا. كالتالي، اول شيء بينزلوا التطبيق، والتطبيق هو HBMPSG. اعيد: H for hat, B for Baba, M for Mother, P for Peter, S for Sugar, G for Good. أو يزوروا الموقع vote.dtmc.gov.ae. طبعا هاي أول خطوة. الخطوة الثانية إنه بيسجل عن طريق الهوية الوطنية، عن طريق البريد الإلكتروني. الخطوة الثالثة إنه هو بعدين بيدخل على شغلة اسمها صوت، voting box، صندوق التصويت، بيطلع على 13 مبادرة. 13 مبادرة ما بدي أخ... 13 فيديو، 13 فيديو لكل المبادرات. الفيديو محمود 3 ثواني مش أكتر عشان ما ينخضوا من الرقم. ما بياخد معهم 4 دقائق تقريبا. بيختار صوت أو فوت، وبيروح على نحن نغذيك أو we are feeding you، وبيعمل تصويت لنا إن شاء الله. أتمنى ذلك إذا اقتنع بالمبادرة. وأتمنى أنه يقتنع لأنه هي للإنسان. وطبعا بكون أنا شاكرة لهم لأنه فعلا إحنا هدفنا إنساني بحت. هدفنا أنه الإنسان نرسم على وجهه ابتسامة، يكون الغذاء له فعالية في جسمه بإذن الله تعالى، ونخفف الثقل شوي على حكومتنا وعلى هيئتنا. ممتاز. إذن الفكرة هي في الأساس خدمة الإنسان. نعم. نذكركم مستمعين الكرام بسؤال الحلقة أيضا، اللي حاب يشارك معانا: أين تقع القرية الصحية للابتكار؟ هل هي في القرية العالمية أم كايت بيتش أم داون تاون؟ ارسلوا لنا إجاباتكم على الرقم 6005-51414 أو عبر الاسمس 4006. دكتورة وفاء، يعني من فترة بسيطة أعتقد أمس اختتمت فعاليات مؤتمر دبي للتغذية. أعطينا نبذة سريعة عن مؤتمر دبي للتغذية. تفضل. مؤتمر دبي للتغذية هو أول مؤتمر من نوعه، لأنه في الكلينيكال التغذية السريرية يجمع، والتغذية التثقيف التغذوي وأخصائيات التغذية العام. وما بدي أقول لك، كان الحمد لله بفضل ربي ولله الحمد نجاح ساحق
بأمانة. محمود في هذا النجاح؟ مش أنا اللي قيمت الحمد لله في التقييم وحتى والتقييم كانت في شركة اللي بتعمله. جو قالوا لي هاي أول مرة في حياتنا بيجينا تقييم على مؤتمر واحد أو اثنين، يعني ممتاز وجيد جدا، ما في ولا حدا جيد ولا في حدا ضعيف. كم عدد المشاركين؟ كان المتوقع مثلا 300-400، الحضور كان حوالي 700. ما شاء الله. نعم ما شاء الله. كأول مرة أخ محمود، هذا بفضل ربي الحمد لله نجاح. طيب إذا باختصر التوصيات أو النتائج اللي طلعتوا فيها بهذا المؤتمر، من هذا المؤتمر يعني تختصري لنا إياها فيه. أول نجاح عملناه هو أسسنا شعبة للتغذية العلاجية تجمع الإمارات تحت إطار واحد تحت جمعية الإمارات الطبية، وسيتم انتخاب الأعضاء من الإمارات حتى يكونوا في المجلس، حيختاروا رئيس الشعبة والنائب وهكذا. ولله الحمد أول مرة سيجتمعوا أخصائي التغذية في الإمارات العربية المتحدة في إطار واحد. هذا من ضمن أول النجاحات اللي صارت للمؤتمر. الأهداف الأخرى تركيز الدعم للتغذية بشكل أنه نزيد التوعية. كان في عنا بروفيسور ريمي ماير وهو من جمعية الأوروبية للتغذية الأنبوبية، ولما عرف بالمبادرة تاعت نحن نغذيك قال إحنا مستعدين نخلي فرع للاتحاد الأوروبي يكون ممثل في دولة الإمارات العربية المتحدة يمثل الخليج والعالم العربي. وهذا شرف لنا لأنه حنكون أول ناس عندنا هاي الجمعية بالإمارات بتمثل العالم العربي ككل، وإن شاء الله إحنا سنعمل على تسجيل الناس ونكون إلنا شعب ونطلقها بإذن الله مع معالي أحمد القطامي، يكون كمان نجاح لهيئة صحة دبي وللإمارات العربية المتحدة بإذن الله تعالى. إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. نحن أيضا نتوجه لكم إن شاء الله بدعوات دائمة بالنجاح، جهودكم مقدرة ومثمنة حقيقة. بس لأني ما لحقت أكتب طريقة التصويت دكتورة وافا، خلينا بس نذكر المستمعين بطريقة التصويت لمبادرة نحن نغذيك. أول شيء بإذن الله لازم يطبقوا التطبيقات اللي هي ينزلوا تطبيق على التليفون HBMPSG. نعم صحيح. أو يروحوا على موقع vote.dtmc.gov.ae، ومن ثم بيسجل اسمه وعن طريق الهوية، بيسجل للموقع عن طريق الهوية الوطنية. وطبعا التسجيل من عمر سنة لين العمر المديد لكل العائلة. أتمنى كل حد حواليكم تصوتوا لنا لأنه فعلا إحنا هدفنا الإنسان. بعدين بيدخل على شغلة اسمها صندوق التصويت الفوتينج بوكس، وبعدين بيتابع كل الفيديوهات الموجودة وعددها 13 مبادرة من جميع المبادرات، واخترونا نحن نغذيك. وطبعا بعد ما تختاروا وي ار فيدينج يو أو نحن نغذيك بيكون تم التصويت، وبإذن الله تصوتوا لنا بإذن الله. إن شاء الله يصوتوا لكم بإذن الله. إن شاء الله لأن مبادرة حقيقة تستحق الوقوف عندها. إن شاء الله. الدكتورة وفاء عايش مدير إدارة التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، نحن شاكرين لك تواجدت معنا في أول حلقات صحة وسعادة، وإن شاء الله أيامك كلها صحة وسعادة. شكرا جزيلا. أنا سعيدة، هي أول وحدة سعيدة من صحة وسعادة لأني أنا أول ضيفة عندكم. تشرفت أني أنا أكون، وبتمنى لكم صراحة كل النجاح بإذن الله. شكرا لكم. مستمعينا نحن ما نطلع فاصل بسيط وما نرجع لكم، ولا تنسون أرقام التواصل معانا اللي هي 600551414 وعبر الاسمس 4006 اللي حاب يشارك في المسابقة، وأيضا اللي عنده ملاحظات أو استفسارات ممكن يتواصل معنا على هذا الرقم. فاصل وما نرجع لكم.
حياكم الله معنا مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم برنامج صحة وسعادة، والذي تشرف عليه هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. هذه هي الحلقة الأولى كما ذكرنا لكم. البرنامج مستمر معاكم يوميا من الأحد حتى يوم الخميس من الساعة 10:00 حتى الساعة 11:00 صباحا. نحن هذا البرنامج فتحناه كقناة أخرى للتواصل معكم مستمعينا، يعني اللي عنده استفسار، اللي عنده اقتراح، اللي يبغي يطرح آراء مبتكرة كذلك، من شأن أن تعزز جهود إمارة دبي وبالتحديد جهود هيئة الصحة في تطوير خدماتها. فنحن هذه البوابة مفتوحة لكم على أرقام التواصل اللي ذكرناها سابقا واللي أنتم تعرفونها طبعا، اللي هي 600551414 للتواصل عبر الهاتف، وأيضا عن طريق الاسمس 4006، أو حتى من خلال حساباتنا على السوشيال ميديا والإعلام الاجتماعي اللي هي DHA_Dubai، سواء في التويتر، إنستغرام، أو حتى البرسكو. بعد نحن متواجدين معاكم، كنا على الهواء من شوية كذلك. طيب عموما مستمعينا، الآن أبغى أتكلم عن مبادرة أيضا طرحتها هيئة الصحة في فترة سابقة. هذه المبادرة هي قيادات في خدمتكم. المبادرة هذه مستمرة الآن على الهواء، يعني بدت في شهر مايو العام الماضي تحت شعار قيادات في خدمتكم، بهدف التواصل المباشر مع الجمهور والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم وتلقي اقتراحاتهم، يعني حول مختلف الخدمات اللي تقدمها الهيئة في كافة المستشفيات والمرافق الصحية التابعة لها. هذه المبادرة حقيقة جاءت يعني ضمن استراتيجية هيئة الصحة بدبي وجهودها المستمرة للتواصل مع المتعاملين عبر مختلف الوسائل والقنوات المتاحة، وأيضا يعني كانت من خلال مطالب كثيرة بضرورة التواصل مع المسؤولين. اليوم المبادرة هي موجودة، ممكن تتواصلون معاهم. أعتقد أو أكاد أجزم أن الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي هي موجودة للرد على استفسارات الجمهور. طبعا رقم الهاتف هو اللي ممكن تتواصلون، هذا مو برقم هاتفنا نحن، رقم هاتف المبادرة 800342 اللي هو الخط الساخن لهيئة الصحة. تقدرون تتواصلون بشكل مباشر مع المدير التنفيذي، يعني هذه كلها قنوات مفتوحة لكم مستمعينا، ممكن تتواصلون فيها مع الهيئة. نحن جدا حريصين حقيقة أن نستقبل هذه الآراء اللي بتساهم إن شاء الله بشكل أو بآخر في تطوير خدماتنا. قيادات في خدمتكم، إذن رقم التواصل معهم 800342 وموجودة معاكم، بتكون في هذه الممارسة اليوم الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية. عيسى إذا كانت في اتصالات أو شيء بعد حولها، خلنا نتواصل مع الجمهور، يمكن عندهم بعض الاقتراحات أو بعض الملاحظات. نذكركم كذلك بسؤال الحلقة. سؤال الحلقة يقول: أين تقع القرية الصحية للابتكار؟ هذه القرية اللي أنشأتها هيئة الصحة بدبي بمناسبة أسبوع الإمارات للابتكار، أيضا منسلط عليها الضوء في القادم من الوقت إن شاء الله. الخيارات الموجودة هي القرية العالمية، كايت بيتش، ولا داونتاون. بعد أكثر عن شيء ما يقدر نسهل عليهم عيسى. عموما يعني في الكثير من الفعاليات اللي موجودة في هذه القرية، يعني نحن ما نستعرضها أتصور يمكن بشكل مفصل في لقاء قادم مع سيد
غانم لوتا، مدير إدارة الاتصال أو التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الصحة بدبي. منشوف منحاول نتواصل معه في القريب. القرية يعني الهيئة أنهت استعدادها لتدشين القرية في، ما بقولكم وين، لازم أنتم تخبروني وين. فيها مجموعة من المبادرات والأنشطة المبدعة اللي بتكون إن شاء الله واحدة من أيقونات الفعاليات اللي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الأسبوع المتميز، والذي أطلقه صاحب السمو سيدي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، يعني يثبت للعالم أن أرض الإمارات هي أرض خصبة للابتكار وللإبداع. وحقيقة يعني اللي يشوف التفاعل اللي موجود في المجتمع بخصوص هذه المبادرات المختلفة، سواء من خلال المؤسسات وحتى الأفراد، يعني تفاعل جميل جدا. طيب، نحن ما نتكلم عن القرية الصحية للابتكار، وعن جهود هيئة الصحة في أسبوع الإمارات للابتكار. الآن أعتقد ينضم لنا عبر الهاتف الأستاذ غانم لوتا، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بهيئة الصحة. أبو عبد الله، صبحك الله بالخير. مرحبا وسهلا، حيا الله أبو يوسف، إيش حالك؟ الله يسلمك، طول عمرك. أول شيء أنا أول شيء عندي أحب أبارك لكم هالبرنامج المتميز إن شاء الله. الله يسعدك يا رب. طيب أبو عبد الله، يعني كنا نتحدث نحن عن القرية الصحية للابتكار. طبعا ما أبيك تقول الإجابة وين تقع القرية، لكن خلنا نتكلم عن القرية هذه. الفكرة من وين جتكم؟ شو كيف الانطلاقة، وشو أهم الفعاليات اللي موجودة؟ طال عمرك القرية الصحية للابتكار هي إحدى الفعاليات التي تنظمها هيئة الصحة بدبي ضمن مشاركتها بأسبوع الإمارات للابتكار، الذي يأتي استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة الزايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بإعلان عام 2015 كعام للابتكار، وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الاستراتيجية الوطنية للابتكار. أخوي محمود، بخصوص هيئة الصحة أن تشارك في هذا الأسبوع من خلال الفعالية المتميزة وهي القرية الصحية للابتكار، هذا أن نفتح للجمهور يوميا، نفتح للجمهور الأفكار الإبداعية الصحية التي تقوم بها هيئة الصحة في دبي. هيئة الصحة في دبي مو في هالأسبوع تبتكر، أسبوع هيئة الصحة من طلعت وهي تبتكر وتبدع في المجال الصحي. نعم. تفتح القرية أبواب الجمهور يوميا من الساعة 4 العصر لين الساعة 9 المساء، من تاريخ 22 نوفمبر حتى تاريخ 28 نوفمبر الجاري. يعني من اليوم. شرام ما خبرتني، انت ما تباني اطري المكان وين يكون؟ والله ما ادري. متى تبغين انت؟ بكيفك يعني. متى تبغين نعلن عن الاجابات عيسى؟ قبل نهاية البرنامج يعني. عندنا وقت، ساعدهم يستاهلون. طال عمرك القرية الصحية تضمن حزمة من الأنشطة والفعاليات والمبادرات الموجهة لكافة شرائح المجتمع، والتي تم تصميمها بطريقة إبداعية مبتكرة لتكون نطقة جذب ووجهة مثالية للجمهور على طلع هذه الفعاليات التي تنوع بين الجلسات النقاشية المختلفة وورش العمل. طيب تعطينا أمثلة عن أهم الفعاليات والأنشطة أبو عبد الله؟ طال عمرك بتكون عندنا برجة الابتكار. هاي البرجة الابتكار تعد واحدة من أهم الفعاليات التي بتكون إن شاء الله في قرية الابتكار التي تنظم هيئة الصحة. قرية الابتكار الاسم حلو بعبد الله، برزة الابتكار. نعم. يعني شو بتسوون بالضبط برزة الابتكار؟ يتم خلالها طال عمرك استضافة نخبة من القيادات في المؤسسات وكبار المسؤولين والمهتمين بالشؤون الصحية والبحث العلمي والابتكار. خلال هذه البرزة إن شاء الله بيتم مناقشة العديد من المواضيع التي المتعلقة بالابتكار وتعزيز ثقافة الابتكار والدعم الحكومي للابتكار والبحث العلمي وجهود المؤسسات الصحية لدعم هذه الثقافة. ترات ما نعرف نحن دبي أصلا مدينة الابتكار، سيتم استضافة عديد من المبتكرين
في المجال الصحي، المجال الإداري، كل شيء، كل المجالات التي تخدم القطاع الصحي إن شاء الله. ممتاز. عندنا بعد طال عمرك جوائز ومسابقات حرصت هي صحة دبي على أن تكون فيها في هاي القرية على أساس أن كنوع من التوعية ورفع الوعي لدى الأفراد المجتمع من خلال طرح العديد من المسابقات والجوائز النقدية الفورية التي تحمل اسم صحة وسعادة. هي عبارة عن أسئلة تتعلق بالتثقيف الصحي يتم طرحها على المتواجدين في القرية، وهذا كنوع من التوعية طالما بشرات ما قلت. ممتاز ممتاز. وأيضا يعني كيفية الوصول لهذه القرية، خلنا نقول لهم وين المكان، أنا أتصور خلاص يعني طولنا عليهم. القرية بتكون في جميرة في الكايت بيتش. طبعا بعد ما ذكرت لك أنه بتكون في هيئة الصحة في القرية، في القرية الصحية لابتكار كل الخدمات الصحية الذكية. على أساس أن نساعد الجمهور. نحن ممكن تسألني سؤال، ليش القرية الصحية الابتكار حطيتوها في جميرة في الكايت بيتش؟ بالضبط، يعني هذا كنت بقى بسألك عنه، يعني ليش اخترتوا المكان هذا؟ طال عمرك حسب توجيهات حكومتنا نحن الرشيد أن نحن نوصل للجمهور. نعم. وهذا لاحظنا أن من أكثر المناطق الحساسة والمكتظة بالجمهور. جميل. مختلف نوصل. الجنسيات كذلك. مختلف الجنسيات. نعم نعم كما تفضلت، مختلف الجنسيات. هذا نحن نوصلهم، نحاول أن نراويهم الأشياء اللي عندنا من خدمات ذكية، من أنظمة، من كذلك أن نحاول أن نأكد أن بيكونون المسؤولين في هيئة الصحة متواجدين لاستقبال كافة الاقتراحات والأفكار اللي تخدم القطاع الصحي. طيب أبو عبد الله، أنت ذكرت عن المسابقات والجوائز في القرية الصحية. نعم. طيب شو الجوائز اللي حاطينها حق الجمهور؟ والله في جوائز نقدية فورية، بتكون في جوائز مختلف الجوائز، نحب أن يجون ويشوفونا ويفوزون بهالجوائز. طيب بالنسبة للأمور اللي حطيتوها التقنية، استعراض بعض الأمور المبتكرة التقنية، هذه هل بتكون يعني أمور جديدة غير اللي استعرضتوها في جايتكس ولا؟ طال عمرك عندنا ثلاثة خدمات ذكية بيتم إطلاقها في هذه القرية. الخدمات اللي استعرضناها في جايتكس، وهذه خدمات الحمد لله ماشي في هيئة الصحة. وخدمات بيتم إطلاقها خلال هذا الأسبوع، خلال أسبوع الابتكار. وخدمات بيتم إطلاقها في المستقبل. طيب جميل. كلمة أخيرة تبغي تضيفها أبو عبد الله؟ والله أحب أن يدعو الجمهور على أساس أن يزورونا، بيشوفون أشياء جدا جدا مفيدة مختلف أعمار الأسرة. ممتاز. الأستاذ غانم عبد الله الوتاه، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الصحة بدبي، نحن شاكرين لك هذه المداخلة. إذن أبو عبد الله، شكرا جزيلا. أبو عبد الله غششكم وقالكم وين بيكون وين بتكون القرية، فنذكركم أنه يعني بعد تقريبا 7 دقائق منوقف استقبال الإجابات ومنشوف إذا قادرين حتى نطلع اسم الفائز. والجائزة بتكون 1000 درهم نقدا مقدمة من هيئة الصحة بدبي بمناسبة أسبوع الإمارات للابتكار. السؤال يقول: أين تقع القرية الصحية للابتكار؟ هل هي في الكايت بيتش، في الكايت بيتش، ولا في الكايت بيتش؟ طيب عموما اللي يبغي يرسل لنا الإجابات يرسلها على الأرقام الخاصة بالتواصل اللي هي ذكرناها من شوية. وأيضا كذلك أنا بس أحب أذكركم بموضوع التصويت كذلك لمبادرة نحن نغذيك. يعني أتمنى الجمهور يطلع على كافة المبادرات اللي موجودة. إذا اقتنع بمبادرة نحن نغذيك، وهي حقيقة مبادرة تتوجه فيها هيئة الصحة بدبي للإنسان، فيها يعني الكثير من المواضيع اللي تفيد الإنسان العايش على هذه الأرض الطيبة. مبادرة مبتكرة
فيها توجه لتسهيل وإسعاد المريض. نتمنى منكم التصويت لهذه المبادرة، يمكن إذا اقتنعتوا طبعا يعني إن شاء الله، وتكون إحدى التوجهات القادمة للمزيد من عمليات التطوير والابتكار. مستمعينا، أسبوع الابتكار مليء بالابتكار، مليء بالإبداع، مليء بالفعاليات. نحن نتوجه لكم بالدعوة لحضور هذا الأسبوع في قرية الصحة، القرية الصحية للابتكار، اللي بتكون موجودة معاكم إن شاء الله، وتفتح أبوابها من الساعة 4 وحتى الساعة 9 يوميا من 22 فبراير إلين 28 فبراير، عفوا نوفمبر، عاد أنا المفروض هذا الشهر ما أنساه، تبون الصدق، من 22 نوفمبر إلين 28 نوفمبر. زاك الله خير عيسى، يذكرني دائما. ما أدري تبغون نسوي السحب الحين على الفائز، ممكن نشوف منو بيفوز معانا في هذه الجائزة. طبعا إجابة السؤال هي: تقع القرية الصحية للابتكار في الكايت بيتش، الكايت بيتش، وتفتح أبوابها مستمعينا يوميا مثل ما ذكرنا من شوية، من الساعة 4 وحتى 9 مساء. فيها الكثير من الفعاليات المبتكرة اللي بتكون إن شاء الله يعني استراحة جميلة للعائلة ككل، يطلعون فيها على أهم الفعاليات، أهم الأمور المبتكرة التي قامت بها هيئة الصحة، والتي تتوجه بها نحو المستقبل لهدف واحد فقط، اللي هو صحتكم وسعادتكم. طيب ما أدري عيسى، حصلنا اسم الفائز ولا بعدنا في البروسيس أن نأخذ اسم الفائز؟ نحن وقفنا استقبال الإجابات على سؤال الحلقة. أيضا علي، طيب الفائز معانا، ألف مبروك لعلي إبراهيم البقيش، فاز بألف درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي، إن شاء الله بتستلمها يا علي في مبنى الإدارة العامة لهيئة الصحة بدبي. يعني تقدر إن شاء الله من بكرة تمرنا مبنى الإدارة العامة وتستلمها إن شاء الله نقدا. ألف مبروك للفائز علي إبراهيم البقيش، وأيضا نذكركم أن الدعوة عامة لجميع أفراد المجتمع لحضور فعاليات الدعوة عامة لجميع أفراد المجتمع لحضور فعاليات القرية الصحية للابتكار. نحن على فكرة يا جماعة الخير بتكون عندنا مسابقة يومية طوال هذا الأسبوع، طول هذا الأسبوع بيكون عندنا سؤال، وهذا السؤال في فائز بألف درهم نقدا من هيئة الصحة بدبي. برنامجنا مثل ما ذكرنا، يمكن اليوم أول حلقة، نحن حبينا شوي نتواصل معاكم، حبينا نتواصل معاكم بشكل عام وسريع وكذا، لكن إن شاء الله من الغد بنخصص لكم فترة لاستقبال استفساراتكم، استقبال ملاحظاتكم واتصالاتكم على الهواء. نتمنى منكم المشاركة بمختلف المواضيع اللي تبغون تطرحونها واللي تبغون تتواصلون فيها مع هيئة الصحة في دبي، سواء كانت هذه ملاحظات أو كانت آراء أو كانت اقتراحات. نحن فاتحين لكم الباب عبر البرنامج، تقدرون تتواصلون معانا، ونتمنى إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم من خلال تواجدنا والتواصل معاكم في برنامج صحة وسعادة. عموما أذكركم كذلك أن مبادرة قيادات في خدمتكم هي مستمرة الآن، هي أيضا بوابة أخرى للتواصل معاكم مستمعينا، تقدرون تتواصلون من خلالها مع الدكتورة منال تريم اللي يستضيفونها اليوم، هي المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية، من خلال الرقم 800 34
2-800-300-342. يعني واصلين تقريبا إلى ختام البرنامج. أنا بس باختصار أبغي أتوجه بالشكر الجزيل حقيقة إلى القائمين على إخراج هذا البرنامج من مؤسسة دبي للإعلام. في البداية أبغي أتوجه بالشكر للأستاذ محسن حسن لدعمه الكبير على الخروج بهذا البرنامج، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم، وأيضا إلى المخرج اللي دائما مميز اللي هو الأستاذ عيسى سبيل. وأيضا أحب أتوجه كذلك إلى فريق الإعداد بالشكر الجزيل. أتمنى أذكر الأسامي يعني وما أنسى حد. أبغي أذكر الأستاذ حسني البلاونة، الأستاذ يوسف سعد، الأخت سارة يوسف، الأخت أشواق مسعد، وذكروني إذا نسيت حد يا جماعة الخير. واسم الجناحي، اسم الجناحي المفروض اول وحده اقولها. عموما كان معكم عبر الاثير محدثكم محمود يوسف العلي. ان شاء الله ما نلتقي معاكم ان شاء الله في الغد بصوره افضل، ونتمنى لكم دائما الصحه والسعاده من هيئة الصحة بدبي. وألف شكر لكم على متابعتكم. ونذكر كذلك بس عيسى إذا تسمح لي بالفائز معنا في مسابقة اليوم، كان السؤال أين تقع القرية الصحية للابتكار؟ تقع في الكايت بيتش، وجاوب يعني اللي فاز بالمسابقة هو علي إبراهيم البقيش. تقدر تتواصل معنا إن شاء الله من خلال الحضور إلى الإدارة العامة لهيئة الصحة بدبي قسم الإعلام، وإن شاء الله بتستلم جائزتك هناك. ألف شكر ونشوفكم إن شاء الله في الغد. شكرا جزيلا. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.